אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. We must be crystal clear. We stand with Israel. And what I've said to the Israeli Prime Minister is that we will provide all the support that they need. We, Germany and France, stand firmly by Israel's side. اللي قدامنا ده هو مخيم جبالي الفلسطيني، أكبر مخيم لاجئين من حيث المساحة في المخيمات ال8 الموجودة في غزة، ورغم إني بقول لكم الأكبر، لكن مساحته صغيرة جدا مقارنة بالحي اللي أي حد من حضراتكم ساكن فيه مثلا، مساحته 1.4 كيلومتر مربع بس، تقريبا ربع مساحة حي عين شمس في القاهرة مثلا، ومع ذلك كان ساكن فيه 116,000 لاجئ فلسطيني. أنا هاخدكم دلوقتي لشارع سوق جباليا، أهم شوارع المخيم وأكثرها ازدحاما. في يوم 9 أكتوبر اللي فات، بعد يومين بس من عملية طوفان الأقصى اللي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات وغلاف غزة التابعة للكيان المحتل، في اليوم ده وبدءا من الساعة 10:15 صباحا بدأت طيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهداف متنوعة في كل أنحاء القطاع، وفي نفس اللحظات كان شارع سوق جباليا مليان بآلاف الفلسطينيين سواء سكان المخيم أو النازحين اللي بدأوا يسيبوا بيوتهم بسرعة بناء على توارد الأخبار إن جيش الاحتلال هيكثف القصف على شمال القطاع. بعد 45 دقيقة بالظبط، يعني الساعة 10:30، ضربت الطائرات الإسرائيلية كذا بناية في الشارع في غارة عنيفة جدا قتلت ما لا يقل عن 69 فلسطيني منهم أطفال ونساء، وصفتها منظمة العفو الدولية في تحقيق مطول ليها بأنها جريمة حرب. على الناحية التانية هنلاقي جيش الاحتلال قال إن الغارة استهدفت مجموعة من أعضاء حماس كانوا متجمعين في مسجد هناك، كأن ده مبرر يعني، لكن عندنا مشكلة جوهرية بجانب التصريح الدموي ده، إنه مفيش مسجد أساسا في مكان القصف. ده مش كلامي، ده الكلام الرسمي لمنظمة العفو الدولية اللي حللت صور أقمار صناعية للشارع المجاور للسوق وما لقيتش فيه أي آثار لمسجد. طب إيه شكل القصف اللي حصل؟ زياد حمد والد الشاب عماد حمد اللي عنده 19 سنة واللي استشهد في القصف بيوصف اللي حصل وقتها، بيقول إن الجثث كانت محروقة ومتفحمة لدرجة إن ما قدرتش أتعرف على ابني، وكله كان بيدور على أطفاله في أكوام الجثث المحروقة. منظمة العفو الدولية وصفت اللي حصل وقتها بالمشاهد الجهنمية أو مشاهد من الجحيم، وده ينفع جدا نخليه العنوان العريض لقصف الاحتلال الجنوني على غزة والمستمر من 82 يوم لحد اللحظة دي. قصف غير مسبوق في أي حرب في أي مكان في العالم في 20 سنة اللي فاتوا على الأقل. استخدم في جيش الاحتلال لحد وقت تصوير الحلقة أكتر من 29,000 قنبلة، نصها تقريبا غير موجه وغير دقيق، وعدد منها بيزن ما بين 500 كيلو لواحد طن متفجرات، وقتل من خلاله أكتر من 21,000 فلسطيني وأصاب أكتر من 55,000 ودمر حوالي 40,000 مبنى ومنشأة، وتسبب في نزوح حوالي 2 مليون شخص لمساحة صغيرة جدا جدا في جنوب القطاع، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود ومستلزمات الحياة الأساسية عموما. في عائلات فلسطينية كاملة يا إخوانا بكل فروعها اتمسحت كأنها لم تكن، مئات العائلات وآلاف الأسر، ومئات الأحياء في القطاع اتسوت بالأرض تماما. طبعا بفكركم إن التدمير الوحشي ده كله في قطاع صغير، لو ركبت عربيتك هتاخده من الشمال للجنوب في نص ساعة بس. المجازر غير المسبوقة دي بتتم بشكل متعمد وبينفذها جيش الاحتلال عن طريق منظومة عسكرية تقنية كاملة بتعتمد على قوائم مراقبة واغتيالات فيها أكتر من 40,000 شخص، منظومة باهظة الثمن وصفها رئيس الأركان السابق عفيف كوخافي كأنها طالعة من فيلم ذا ماتريكس. المنظومة دي جيش الاحتلال بيكونها بقاله 10 سنين وطورها في آخر 4 سنين لحد ما خلاها شبه أفلام الخيال العلمي فعلا بكل تقدمها وبكل قسوتها. في الحلقة دي هنفهم مع بعض إزاي جيش الاحتلال بيقتل المدنيين الفلسطينيين بالكثافة والبشاعة دي، وإيه التقنيات اللي بيعتمد عليها علشان يفضل مصنع الاغتيالات الجماعي بتاعه شغال، يعني إيه هو الماتريكس الإسرائيلي ده، وإيه هي مديرية الاستهداف اللي اتصرف عليها ملايين الدولارات والمسؤولة عن بحر الدماء الفلسطينية، ومين اللي شغال فيها. حلقة مهمة جدا جدا لازم تشاركوها مع أصحابكم العرب والأجانب الأجانب، بفكركم تتفاعلوا معاها علشان تتجاوز قيود منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى المؤيد لفلسطين. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. قبل ما نبدأ أنا وفريق المخبر الاقتصادي هنكون حابين نشكر جدا شركة تلافيت راعي حلقتنا النهاردة. شركة تلافيت اتأسست سنة 2017 وهي شركة فيتنامية أسسها شاب مصري مكافح اسمه ضياء الدين أمين، وبتصدر لأسواق مصر والسعودية والأردن وتركيا وغيرها منتجات مختلفة زي البن والفلفل وجوز الهند والقرفة والكاجو. هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيت علشان لو انت مستورد وحابب تتعامل معاهم وتستورد من خلالهم المنتجات دي. في عصر يوم 10 أكتوبر ضربت طائرات الكيان الدموي مبنى مكون من 6 أدوار في حي الشيخ رضوان جنب مخيم جبلي على طول. الغارة دي دكت المبنى بالكامل وسوته بالأرض وقتلت ما لا يقل عن 40 مدني، نصهم تقريبا من عيلة واحدة هي عيلة نفار. طب إيه اللي خلى دولة الاحتلال تقصف المبنى ده؟ إنها عندها ملف حاطة فيه المبنى كهدف ضمن ملف الأهداف الشامل، لأن في عضو من حماس ساكن في المبنى. في وقت القصف العضو ده ما كانش موجود، ومحدش برضه عارف إن كان عضو سياسي في الحركة ولا عسكري ولا منتمي ليها بس بدون أي نشاط حقيقي. طبعا مفيش حاجة في العالم تبرر قصف مبنى كامل وإبادة معظم من فيه سواء كان الشخص ده مدني ولا عسكري، لدرجة إن في مصدر عسكري إسرائيلي قال في تصريح لمجلة +972 وموقع لوكال كول العبري في تحقيقهم الشهير مصنع الاغتيالات الجماعية إنها ممارسات غير مقبولة، وإنه حاول يتخيل اللي بيحصل بس بالعكس. يعني لو حماس عندها القدرة مثلا وقررت تقصف كل بيوت الجنود الإسرائيليين وعائلاتهم فيها، هيكون رد فعلهم في دولة الاحتلال إيه؟ أو زي ما بتقول منظمة العفو الدولية إن العضوية في جماعة سياسية ما بتخليش أي شخص هدف عسكري، وعضويته دي مش هتحول أي مبنى أو مكان هو فيه لهدف عسكري برضه. لكن الإسرائيليين عندهم عقيدة عسكرية وأمنية لها قصة تانية، عقيدة مختلفة متطورة تكنولوجياً ودموية جداً. القصة بتبدأ في يوليو سنة 2002 لما جت للاستخبارات الإسرائيلية معلومة بمكان وجود صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومؤسس أول جهاز عسكري للحركة. وبعد نقاشات سريعة خد الاحتلال قرار باغتياله، وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية المبنى اللي كان فيه في حي الدرج في غزة، وقتلته هو وزوجته وبنته و14 تانيين منهم 11 طفل. عملية الاغتيال دي عملت ضجة كبيرة في العالم وفي الداخل الإسرائيلي نفسه، لأن الاحتلال استخدم قنبلة وزنها طن كامل زي بعض القنابل اللي بتتضرب على غزة حاليا، والعالم اتهم إسرائيل في الوقت ده وعلى عكس المعتاد عالميا بارتكاب جريمة حرب. وساعتها مجتمع الاحتلال نفسه كان فيه جزء مش متقبل أبدا استخدام قنابل بالحجم ده بتتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين، لدرجة انه ما بين 2002 و2003 عشرات الطيارين الإسرائيليين احتجوا على استخدام القنابل الضخمة في الاغتيالات. والضجة والانتقادات الواسعة دي خلت الإسرائيليين بعدها وفي محاولتهم لاغتيال عدد من قادة حماس وعلى رأسهم محمد الضيف يكتفوا بقنبلة وزنها ربع طن مقارنة بالسابق، وده كان من أهم أسباب فشل الهجوم ده. لكن بالتدريج بدأ مجتمع الاحتلال يتطرف أكتر بكتير ومعاه جيشه نفسه. وفي بداية حرب 2008 على غزة خرج الجنرال الإسرائيلي غادي إيزنكوت قائد المنطقة الشمالية وقتها والوزير بحكومة الحرب الحالية وقال إننا هنستخدم قوة ساحقة ضد كل مكان بيتم إطلاق النار منه على إسرائيل، وهنسبب للأماكن دي أضرار ودمار هائلين. وقال برضو إن ده مش كلام وإنما خطة واقعية تم إقرارها من القيادتين العسكرية والسياسية. والهدف من السياسة دي بجانب الردع الوحشي هو إجبار السكان المدنيين على الضغط شعبيا على المقاومة أو أي جماعة بتقاوم ضد الاحتلال عموما. العقيدة دي عرفها العالم بعد كده بعقيدة الضاحية. والأمم المتحدة قالت بعد عدوان 2008-2009 على غزة إن الحملة الإسرائيلية كانت هجوم غير متكافئ ومتعمد بهدف معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين وتقليل قدرتهم الاقتصادية المحلية بشكل جذري على العمل وإعالة نفسهم وإرغامهم على شعور متزايد بالتبعية والضعف. بسرعة هنلاقي إن عقيدة الضاحية تحولت لعقيدة جيش الاحتلال المفضلة في التعامل مع غزة تحديدا. علشان كده في 2014 خلال معركة العصف المأكول كان قصف منازل العائلات الفلسطينية المدنية سياسة تقليدية وروتينية جدا لقوات الاحتلال. وهنلاقي تقرير للأمم المتحدة في 2015 عرف اللي حصل في العدوان ده بأنه جريمة حرب محتملة، وقال برضو أنه نمط جديد من الأعمال العسكرية أدى لوفاة عائلات بأكملها. النمط ده تحول بمرور الوقت لشيء ثابت وبيزداد وحشية وشراسة في كل عدوان. يعني مثلا زي ما احنا شايفين لو قارنا متوسط الأهداف اللي الكيان المحتل ضربها في قطاع غزة في حروبه الأربعة السابقة من أول معركة 2008 ولحد معركة 2021 وقارناها بمتوسط عدد الأهداف اليومي في معركة طوفان الأقصى الحالية واللي بقالها 82 يوم لحد لحظة تصوير الحلقة، هنلاقي ارتفاع مهول بأكتر من الضعف في عدد الأهداف اللي تم ضربها خلال العدوان الحالي، وبالتالي حجم الوفيات والمصابين والدمار اللي حصل. طبعا ده عدد أهداف مذهل، وعدد الأهداف ده ما كانش ممكن يتحقق من غير المسار اللي مشى عليه جيش الاحتلال لامتلاك منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على تحقيق ده. مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي واللي بدأت تحديدا في آخر 10 سنين في الجيوش العالمية الكبرى وبيتصرف عليها من ساعتها مليارات الدولارات، كان جيش الاحتلال من الجيوش السباقة في استخدام ال AI وأنشأ حاجة اسمها مركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وده مركز بتديره الوحدة 8200 اللي هي فخر وحدات استخبارات جيش الاحتلال وأكبر وحدات شعبة المخابرات العسكرية أمام. مركز علوم البيانات ده هو اللي طور نظام غير مفهوم تحديد الأهداف في جيش الاحتلال كله وقلبه من فوق لتحت، وخلاهم بدل ما بيستغرقوا ساعات علشان يحددوا هدف أو مجموعة أهداف فهم حاليا بيعملوا ده في دقايق معدودة، وهو النظام اللي شايفين نتائجه الدموية قدام عينينا حاليا. علشان نفهم اللي بيحصل لازم نفهم الأول حجم البيانات اللي بيتعامل معاها الاحتلال علشان يولد أهدافه في أوقات الحروب أو الهدوء النسبي. اللي بيحصل إنه يوميا ومع التطور الرهيب في وسائل الرصد والمراقبة في كميات مهولة من المعلومات والبيانات بتيجي لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلي عن طريق لقطات الطائرات بدون طيار وآلاف الساعات من تسجيلات كاميرات أنظمة المراقبة في كل شبر من الأراضي المحتلة وصور الأقمار الصناعية والاتصالات بكل أنواعها والمصادر المفتوحة وغيرها من مصادر البيانات وحتى بيانات أجهزة الاستشعار اللي تحت الأرض. عملية جمع وفرز كل البيانات دي كانت بتتم عن طريق دمج العامل البشري بالتكنولوجيا. يعني الآلات تفرز بشكل أولي كمية البيانات المهولة دي وبعدها بيتعامل ضباط ومحلل الاستخبارات بكل أفرعها مع خلاصة المعلومات اللي طلعت وبيبدأوا يصنفوا أهدافهم وأولوياتهم العملياتية في ساعات أو أيام وهكذا. لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية حالياً بتعمل اللي كان بيعمله مجموعة من ضباط الشباك أو استخبارات جيش الاحتلال المحنكين زمان، وده كلام تال ممران المحاضر في الجامعة العبرية في القدس واللي اشتغل لصالح الحكومة الإسرائيلية في مجال الاستهداف خلال عمليات عسكرية سابقة، واللي بيضيف إن الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية بكتير. يعني مجموعة مكونة من 20 ضابط ممكن تطلع ما بين 50 ل 100 هدف خلال 300 يوم، بينما شبكة أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكن تقترح حوالي 200 هدف في غضون من 10 ل 12 يوم، وده بحسب بروفيسور تال معدل أسرع ب 50 مرة على الأقل. سام إيفانس الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة الروسي واللي هو أقدم مركز بحثي مختص بالأمن والقضايا العسكرية في العالم قال للأناضول إن شبكة تحليل البيانات وتحديد الأهداف الإسرائيلية دي بتعتمد على عدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي، أهمهم 4 هم كالتالي بالترتيب: الإنجيل ومصنع النار والكيميائي وحائك النار. الإنجيل هو بمثابة مركز المعلومات الرئيسي فيهم، يعني نقدر نعتبره زي المكتبة كده لأنظمة الذكاء الاصطناعي، واللي نقدر نشبههم بأعضاء نادي القصف الوحش الإسرائيلي ده، اللي بيحصل بحسب سام إن 90% على الأقل من حجم البيانات اللي وضحنا أنواعها من شوية بيتم جمعها في الإنجيل وبعدها بيصنفها لأهداف، ثم الأنظمة التانية بتساعد على فحص وفلترة الأهداف دي وتحديد المهم فيها من غير المهم. ومنظومة الذكاء الاصطناعي دي المكونة من ال4 أنظمة اللي نعرفهم وغيرهم، الأنظمة التانية السرية، بتمتد عبر كل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي وأجهزة أمن الاحتلال، ولها وجود تقريبا في كل مساحة هناك بتولد معلومات. الكلام ده اللي يوحي بأن المنظومة دي شبه الماتريكس كده، بيأكدوا تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال السابق أفيف كوخافي في مقابلة ليه آخر يونيو اللي فات 2023 مع يدعوت أحرنوت، واللي قال فيها إن جيش الدفاع الإسرائيلي في 2023 مش بس مختلف عن نسخته في حرب أكتوبر 1973 أو حرب لبنان 1982، لكن هو حاليا جيش مختلف جدا عن نسخته من 10 سنين بس في 2013، وإن كل لواء في الجيش عنده حالياً جهاز استخبارات متطور شبه منظومة The Matrix بيوفر معلومات استخباراتية في وقت حدوثها Real Time Intelligence. لكن الكلمتين الأهم اللي قالهم هو إنه من بين جميع الثورات التكنولوجية المدنية والعسكرية فغالباً الذكاء الاصطناعي هيكون هو الثورة الأهم، سواء للأفضل أو للأسوأ. طبعاً كوخافي كان المفروض يقول هيكون الثورة الأسوأ بالنسبة لأهلنا في غزة. الحقيقة إن كوخافي من وقت ما مسك رئاسة الأركان في يناير 2019 وهو عنده خطة واسعة وطموحة جدا لتحديث جيش الاحتلال والاعتماد على التكنولوجيا كبديل للقتال البري والالتحام المباشر. وبجانب التكنولوجيا فكوخافي كان مصر على إن الجيش لازم يكون عنده قوة ردع أكبر تقدر تهاجم بأكبر قدر من القوة والعنف، وبالتالي تزيد فترات التهدئة الأمنية بين الحروب. علشان كده بعد ما مسك رئاسة الأركان بكام شهر فعل خطة عسكرية شاملة اسمها تنوفا، واللي هي خطة بتقوم على زيادة القدرات الهجومية لجيش الاحتلال ورفع مستوى الإنتاجية والدقة. ورغم أن الخطة كانت محتاجة زيادة في ميزانية الدفاع الإسرائيلية بحوالي 4 مليار شيكل أو أكتر من $1 مليار، إلا أن كوخافي ما استناش موافقة الحكومة ولا الموازنة الزيادة، وإنما خد موافقة وزير الدفاع نفتالي بنت وبدأ تنفيذ الخطة بالفعل بالموارد اللي تحت إيده. وهنا هنيجي لواحدة من المحطات المهمة جدا في كلامنا النهاردة، وهي إنشاء مديرية الاستهداف، أحد المسؤولين الرئيسيين عن الاعتداء المجرم اللي بنشوفه على غزة حاليا. إيه بقى قصة المديرية دي؟ بالتزامن مع تنفيذ خطة نوفا أو يمكن كجزء منها، وفي نفس السنة 2020 تم إنشاء مديرية الاستهداف اللي بيشتغل فيها مئات الضباط والجنود والتابعة للوحدة 8200، واللي بيصب فيها تقريباً كل اللي بتعمله أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل البيانات ووضع الأهداف. المديرية دي هي اللي تم من خلالها تطوير نظام الإنجيل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التانية، وتم تجربة شغلها بشكل فعلي أثناء معركة سيف القدس في 2021، المعركة اللي أطلق عليها مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية إنها أول حرب ذكاء اصطناعي في العالم، لأنه في المعركة دي نظام الإنجيل ولد 200 هدف من ال 1500 هدف اللي تم ضربهم في القطاع في 11 يوم بس لحد وقف إطلاق النار في أول تجربة حقيقية ليه. منظومة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية وعلى رأسها الإنجيل اتطورت جدا في السنتين اللي فاتوا، وبقت مصممة لإنتاج أهداف غزيرة جدا في حالة حدوث حرب شاملة بين الكيان المحتل وأي حد. والدليل على ده إن الإسرائيليين حاليا بيقصفوا غزة بإجرام كأنها دولة كبيرة بكم أهداف مذهل، وده قصف يصلح يكون تجربة عملية بشعة للمنظومة دي علشان الإسرائيليين يشوفوا إذا كانت هتنجح لو دخلوا في حرب شاملة مع إيران وحزب الله مثلا ولا لأ. الحقيقة إن دولة الاحتلال بتنتقم من سكان غزة بالفعل، يعني لو بصينا على تحقيق مجلة +972 وموقع لوكال كول هنلاقي استنباط واضح بأن نظام ال AI الإسرائيلي الجهنمي ده بيستخدم لتوليد أهداف طول الوقت علشان القوات العسكرية الإسرائيلية تقدر تقصف غزة بمعدل هائل وبلا انقطاع. منظمة العفو الدولية في تحقيقها مع بداية القصف في 5 مناطق مختلفة في غزة ما لقيتش أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في كل منطقة وقت الهجمات، يعني الهجمات كانت كلها على مدنيين بس، ولقت إن جيش الاحتلال ما خدش أي احتياطات لحماية المدنيين قبل القصف، وفي بعض الحالات ما حذروش سكان المناطق دي إطلاقاً، وفي حالات تانية بعتوا تحذيرات غير كافية. وقالت المنظمة في تحقيقها إنها لقت أدلة دامغة بتشير لوجود جرائم حرب في حملة القصف الإسرائيلية. سام إيفانز باحث مركز الروس الأمني شدد في كلامه مع الأناضول على إنه مهم جدا نفهم إن ضباط الاستخبارات والمحللين الإسرائيليين بيشاركوا في عمليات تحديد الأهداف ونقلها لقوات الاحتلال في جميع الأوقات، علشان كده عدد قتلى غزة الرهيب ده بيرجع بحسب سام لكيفية استخدام إسرائيل للتكنولوجيا اللي معاها. بالنسبة لسام فالذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة بتقدم التوصيات والبشر هم اللي بياخدوا القرار، علشان كده هو شايف إننا مهم نميز ما بين دور الذكاء الاصطناعي في الحرب دي وهو دور احنا لسه مش عارفين ما يكفي عنه، وبين الطريقة اللي بيدير بها الإسرائيليين الحرب، ودي حاجة مختلفة. طبعا الكلام ده مظبوط وواضح جدا انه في توجه عند القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بعد فشلهم المزري في 7 أكتوبر، وعلى رأسهم رئيس الوزراء المترنح والمتهاوي نتنياهو باستهداف أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإنزال سياسات عقاب جماعي بلا رحمة على رؤوسهم جميعا، وده معناه بالضرورة إنه هيكون في عدم مراجعة من العاملين في مديرية الاستهداف الإسرائيلية للأهداف اللي بيحددها الذكاء الاصطناعي، وهينقلوها بشكل سريع وبلا تدقيق كبير لقوات الاحتلال اللي حولت القطاع لبحر واسع من الدماء. الدليل على ده هو عدد شهداء غزة ومصابيهم ومفقوديهم تحت الأنقاض واللي قارب على 100,000 فلسطيني، وحجم الدمار الواسع اللي وصل لأن كل مبنى من 3 مباني في غزة تعرض للتدمير أو لضرر جانبي جراء القصف، ودي نسبة وصلها تحليل مستقل أجراه كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك وجامون فاندون هوك من جامعة ولاية أوريجون. ودليل تاني كمان هنلاقيه في المعلومة اللي أكدها عدد كبير من المصادر الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية اللي اتكلمت مع مجلة +972 وموقع لوكال كول بشرط عدم الكشف عن هويتها، وقالت إن الجيش الإسرائيلي عنده ملفات لمعظم الأهداف المحتملة في غزة، وإن الملفات دي فيها عدد المدنيين المحتمل سقوطهم ضحايا في أي هجوم على أي هدف. وأكدت المصادر دي إن العدد معروف مسبقاً لوحدات استخبارات الجيش، واللي بتكون عارفة برضو قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم العدد التقريبي للمدنيين اللي أكيد هيتم قتلهم في القصف الجوي أو المدفعي. وبجانب جرائم الحرب الإسرائيلية والاستهداف المتعمد للمدنيين بدافع الانتقام، ففي مشكلة تانية كبيرة في منظومة ال AI دي، وهي إنها هتدي أي جهة عسكرية القدرة الكاملة على التنصل من تبعات المذابح اللي هترتكبها. يعني لو حبينا نحاسب حد ونقضيه من جهة القانون الدولي على جرائم الحرب دي والدماء دي كلها، نحاسب مين؟ المحللين اللي قبلوا توصيات منظومة الذكاء الاصطناعي، ولا المبرمجين اللي صنعوا النظام الأول، ولا ضباط المخابرات اللي جمعوا البيانات اللي غذت شبكة ال AI دي، ولا القيادات اللي وجهت كل اللي شغالين دول بإنهم يعملوا ما بدلهم ومحدش هيراجع وراهم؟ في الختام، وعلشان ما طولش على حضراتكم، ندعو الله السلامة لأهلنا في غزة والرحمة للشهداء والشفاء للمصابين. احنا معاكم وجنبكم دايما، وهنستمر في فتح جرائم الكيان الصهيوني للعالم، وبدعوكم للاستمرار في المقاطعة بغض النظر عن تأثيرها على الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، لكن يكفي بس إننا نقدر نبص لنفسنا في المراية، لأن المقاطعة زي ما وضحنا مرارا قبل كده هي سلوك أخلاقي في المقام الأول، بعدها يجي أي حاجة. لازم دي تكون نقطة الانطلاق بتاعتنا في أي شيء متعلق بنصرة إخواننا فلسطين، إنه التزام أخلاقي بغض النظر عن النتائج. هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيت علشان لو انت مستورد وحابب تتعامل معاهم وتستورد من خلالهم المنتجات دي. ويا ريت تعرفوني في التعليقات اللي مستنيينه مننا في الموسم الجديد في 2024 ان شاء الله، وايه التطويرات اللي منتظرينها في البرنامج ومحتواه. سلام.